نذكركم كنا قد عرضنا قبل شهرين في تواصل.com وبتاريخ 27 من مارس آذار 2019 عرضنا مناشدة لأحد المواطنين وهو من سكان منطقة الفاو وتحدث حول موضوع السيول والإهمال الحكومي. المواطن الذي يبلغ من العمر أكثر من 50 سنة تعرض للاعتقال قبل أيام وفقا لمواقع التواصل بعد تلك المناشدة التي تم تداولها، لنشاهد جزءا منها وإياكم. غرقنا قلنا غرقنا، هذا الشعب انظلم من وراكم، من وراء انت شوكولات، من وراء انت حفالات، انت والغيم غام وقومك. وين الحكومه الموجوده عندكم هنا؟ طلع واحد من عندكم للحكومه اللي يا شاب هاي المصيبه اللي علينا، ها؟ طلعت؟ والله حرام عليكم، اصلا انتم ما تفيدون، ما تفيدون حتى بجد يا خليك بالباب، زين؟ مو قاعدك على كرسي. صرحهم بتقصيرهم فلبوا مناشدته باعتقاله.